السلام عليكم، مرحبا بكم في اليوم 37، وهو يوم مخصص للجزء السفلي من الجسم. فقد تحتاجين فيه إلى أثقال مناسبة لقوتك العضلية وإلى كرسي مهم جدا. هنا يكون عندنا هذا المرتفع، لأن تقريبا طول التمرين وقوة التمرين وشدة التمرين راح يعتمد على. إذا نهائيا ما عندك، إذا أهم شيء السلامة، راح أعتمد على الكرة الأرضية، راح نشتغل على الأرض. تمارين اليوم عندنا بوزن الجسم وعندنا بالأثقال. التمرين عبارة عن 45 ثانية والراحة عبارة عن 30 ثانية. إذا كان التمرين يحرك الجانب الأيمن أو الأيسر، إذا ما في راحة. أحرك الجانب الأيمن، بعدها الأيسر، بعدها أخذ الراحة. هذا كل شيء التمرين اليوم. دائما خلي أكتافك مرتخية للخلف، ظهرك مستقيم، صدرك مرفوع، وبطنك مفتوح، واسترخي وركزي. بسم الله، نبدأ مع أول حركة. الحركة الأولى هي بوزن الجسم. ثبتي أطراف أصابعك على الكرسي، بعدي مباعدة واضحة بين القدمين، وابدأي انزلي بالفخذ بالركبة الخلفية واصعدي. الآن على طول غير الاتجاه. ثلاثين ثانية راحة، نفس الحركة السابقة ولكن بالثقل أو بالأثقال. الآن الاتجاه الآخر. ثلاثين ثانية راحة، والجولة التالية جولة بوزن الجسم تعتمد على المؤخرة. أول شيء ثبتي إحدى راحة قدميك على الكرسي، وابدأي ارفعي المؤخرة بالأخرى للأعلى ونزليها.
ما في راحة الآن اتجاه الآخر. ثلاثين ثانية راحة وراح نرجع لحركة نزول القدم الخلفية للأسفل بالاعتماد على أحد المرتفعات أو بالاعتماد على أطراف أصابع القدم نفسها تكون للأعلى. لاحظ إنها ثقل واحد. الآن الاتجاه الآخر بدون راحة. ثلاثين ثانية راحة. الحركة التالية حركة بوزن الجسم، راح أثبت أقدامي، راح أثبت أطراف الأقدام على الكرسي وأنزل بالركبة لتحت وأثبت بهذه الطريقة طول الوقت، ثبات الركبة الخلفية للأسفل. لا تتأرجحين ركبتك الأمامية، لا تتقدم للأمام، خليها للخلف. بدون راحة الاتجاه الآخر. ثلاثين ثانية راحة ورح نرجع لحركة رفع المؤخرة للأعلى بواسطة إحدى القدمين. ثلاثين
ثبتي إحدى راحت قدمك على الكرسي والأخرى ارفعيها الأعلى وانزلي. ودائما أقول لك في هذه الحركات حاولي تركزين على أن القدم الممتدة تدفع شيء براحة القدم. بدون راحة اتجاه الآخر. ثلاثين ثانية راحة. الآن راح نجمع بين حركة الركوع وحركة نزول الركبة الخلفية للأسفل. هنا التغيير إيش هو؟ إني ما راح أوقف على أطراف أصابع القدم، لا، راح أريح راحة قدمي على الأرض. ولاحظي القدم المتمركزة على الكرسي. أسوي حركة الركوع، بعدها أنزل الركبة الخلفية للأسفل. بدون راحة القدم الأخرى. ثلاثين ثانية راحة. والآن بأطراف أصابع القدم واقفة على الكرسي ابدأي نزلي الركبة الخلفية للأسفل بوزن الجسم واصعدي فيها.
بدون راحة غيري اتجاه. ثلاثين ثانية راحة وحركة رفع المؤخرة للأعلى والأسفل بواسطة إحدى القدمين. بدون راحة غير الاتجاه. ثلاثين ثانية راحة وحركة نزول الركبة للأسفل وثباتها لمدة 3 ثواني، بعدها الصعود. ثبتي رجولك على أطراف أصابعك، الرجل المتمركزة على الكرسي ثابتة على أطراف الأصابع. الآن بدون راحة القدم الأخرى. ثلاثين ثانية راحة وبعدها راح ندخل في الجولة التالية. ريحي راحة قدمك، وليس أطراف أصابع قدمك ثابتة على الكرسي، إنما الراحة تماما متمركزة على الكرسي. المسافة بين القدمين بسيطة، ما هي
متوسعة أو كبيرة، وابدأي انزلي بالركبة الأسفل واصعدي. بدون راحة القدم الأخرى. ثلاثين ثانية راحة وحركة الصعود بالمؤخرة الأعلى والنزول بواسطة إحدى القدمين والأخرى متمركزة على الكرسي. بدون راحة القدم الأخرى. الحركة التالية حركة نزول الركبة للأسفل بالاعتماد على المرتفع أو على الكرسي بهدوء وببطء. ببطء انزلي انزلي وببطء اصعدي اصعدي. الآن بدون راحة القدم الأخرى.
30 ثانية راحة، والحركة التالية نفس وضعية الحركة السابقة ولكن بوزن الجسم، غير ذلك أن الصعود يصل إلى نص المسافة، بعدها ننزل بالركبة الأسفل، بعدها نصعد. إذن ثبتي أصابع أقدامك على المرتفع، قدمي القدم الأمامية للأمام بمسافة واضحة، يعني الفخذين متباعد بشكل واضح، بعدها انزلي بالركبة الأسفل وصلي نص المسافة، بعدها انزلي الأسفل أصعدي صعود كامل. الآن بدون راحة القدم الأخرى. الآن 30 ثانية راحة وحركة صعود المؤخرة للأعلى ونزولها بمساندة أحد القدمين، ولكن الفرق هنا أو في هذه الجولة إن المؤخرة أو الجسم مقرب قليلا ناحية المرتفع، يعني جسمك شوي قريب أقرب من المرات السابقة باتجاه الكرسي أو باتجاه المرتفع الآمن. بدون راحة القدم الأخرى. ثلاثين ثانية راحة وحركة نزول الركبة للأسفل وصعودها بوضعية أو طريقة مختلفة لإمساك الثقل. امسكي ثقلك أمام صدرك، مركزي في منتصف الجسم، ابدأ انزلي بالركبة الأسفل، اصعدي، خذي شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الصعود.
بدون راحة القدم الأخرى. الآن راحة 30 ثانية والجولة التالية بوزن الجسم. ثبتي أطراف أصابعك على الكرسي أو على المرتفع، نزلي الركبة الخلفية للأسفل وابدأي بالضغط طول الوقت للأسفل دون صعودها. بدون راحة القدم الأخرى. الآن 30 ثانية راحة وحركة صعود المؤخرة للأعلى ونزولها بمساندة أحد القدمين، ولكن الفرق هنا أو في هذه الجولة إن المؤخرة أو الجسم مقرب قليلا ناحية المرتفع، يعني جسمك شوي قريب أقرب من المرات السابقة باتجاه الكرسي أو باتجاه المرتفع الآمن. الآن بدون راحة القدم الأخرى. ثلاثين ثانية راحة.
الجولة التالية هي: أولا ثبتي أطراف أصابعك على الكرسي، بعدي بين رجولك وفخذك، ابدأي نزولا وصعودا بالركبة الخلفية. الآن راح نثبت، اثبتي للأسفل بالركبة الخلفية. في آخر 13 ثانية ابدأي اصعدي وانزلي. برافو عليك. الآن غير الاتجاه. أول شيء الصعود والنزول بالركبة الخلفية كاملاً، الآن الثبات للأسفل، آخر شيء الصعود والنزول كامل. ثلاثين ثانية راحة، وراح يكون نفس الوضعية السابقة ولكن في طريقة مختلفة. هي بدال الثبات راح أسوي اهتزاز للأسفل. هيا بنا. أول اتجاه، أول طريقة الصعود والنزول، الآن الضغط المستمر للأسفل بالركبة، ثالث شيء الصعود والنزول. برافو عليكم، بدون راحة الاتجاه الآخر. أول شيء الصعود والنزول، ثاني شيء الاهتزاز للأسفل بالركبة، آخر شيء الصعود والنزول. ثلاثين ثانية راحة، بعدها حركة الصعود والنزول بالمؤخرة بمساعدة قدم واحدة، ولا ننسى أن الجسم هنا يكون قريب من المرتفع أو من الكرسي. الآن الاتجاه الآخر،
30 ثانية راحة، وعندك حركة الصعود بالأثقال فوق الكرسي بمساعدة أو مساندة قدم واحدة فقط. لاحظي إن عندك صورة أخرى للي ما عندها ارتفاع آمن، تقدرين تسوين حركة التقدم بالرجل الأمام ثم الخلف. الحركة هي عبارة عن ثبتي إحدى راحات قدمك تماما على الكرسي، أحكمي إمساك أثقالك، أطلعي بجسمك للأعلى، القدم الأخرى أطراف الأصابع فقط تلامس الكرسي، بعدها انزلي ورجعي رجلك اللي كانت فوق الكرسي إلى الخلف ونزلي الركبة للأسفل. حسنا، الآن بدون راحة نزلي أثقالك، نفس الرجل المتحركة هي نفسها نفس الاتجاه، راح أسوي الحركة بنفس الموضع ونفس الطريقة ولكن بوزن الجسم. ثلاثين ثانية راحة والاتجاه الآخر. أول شيء راح أطلع بالأثقال وأرجع رجلي اللي ثابتة على الكرسي للخلف وأنزل للركبة الأسفل، الآن أبعد الأثقال وأسوي نفس الحركة ونفس الطريقة بوزن الجسم فقط. ثلاثين ثانية راحة وراح ندخل في حركة النهاية، والحركة اللي راح ننهي بها تمرين اليوم هي حركة الركوع. الحركة عبارة عن دقيقة ونصف. أول طريقة للوضع هي إنك تنزلين وتصعدين بشكل كامل.
الآن في 40 ثانية المتبقية راح تنزلين بالثقل للأسفل، تستمرين بالضغط لمدة أو لخمس مرات، عد 5 مرات للأسفل بالضغط على الفخذ الخلفي، بعدها أصعدي. انزلي واضغطي 5 مرات للأسفل وأصعدي. وبكذا برافو عليكم، خلصنا تمرين اليوم. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم وأنجزتم لأنفسكم. لا ننسى دعم القناة بالاشتراك بها ونشرها لمن يحتاج إلى التقدم. في أمان الله.